استقبل رئيس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي نائب رئيس جمهورية العراق الدكتور إياد علاوي في مطار القاهرة. تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق في مختلف المجالات بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن تبادل وجهات النظر ومواصلة التنسيق بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ومن المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس العراقي في اجتماع يحضره مسؤولو البلدين.